الفرنسيين غادي يقرروا في 1921 يجيبوا هذاك بوجمعة العمل اللي هو قبايلي جزائري في الاصل ولكن فنان مهم، وغادي يقول لي شي نختار في المغرب شنو هي المنطقه اللي يمكن اللي فيها الخزف واللي يمكن تساعد على الانقاذ ديالو. غادي يختار اسفي وغادي يدار مدرسه، وهذه المدرسه ديال اسفي هي اللي غادي تخرج منها هذه الفنون بحال هذا النوع. شكلت اسفي إذن نقطة انطلاق مغامرة العمل بالمغرب، إذ قام بتأطير أول ورشة للخزف في البلاد تأسست تحت أوامر الماريشال ليوطي، والتي تحولت فيما بعد إلى مدرسة للخزف، حيث قدم العملي أسرار تطويع التراب لفائدة الجيل الجديد. هي أول مدرسة للخزف دارت في المغرب بهذا الشكل.